هو فيه بداية على كل حال، فيه بداية نتاع إعادة التهيئة نتاع هذا الحي، ولكن التهيئة الكلية تطلب دراسة، تطلب دراسة من أجل القيام بكل ما يتطلب هذا الحي من وسائل. نحن في انطلاقة، إن شاء الله وتكون مباركة من أجل إرجاع هذا الحي مكان يعيش فيه المواطن بكل ارتياحية.